مصلحة الأرصاد الجوية تحذر من تساقط أمطار رعدية معتبرة خلال أمسية اليوم نحو المرتفعات الداخلية الوسطى وكذلك الغربية. أما ليوم الغد ستستمر أيضا الأمطار بالتساقط على كل المناطق الشمالية، ستكون على فترات أحيانا تحت وقع الرعود بالنسبة للمناطق الوسطى، وكذلك رياح قوية نسبيا ستميز المرتفعات الداخلية الغربية. جنوبا سحب بدون فعالية على شمال الصحراء الصوراء والواحات، وتكون مشمسة بالصحراء الوسطى لغاية أقصى الجنوب مع نشاط الكثير من الزوابع الرملية. تصاعد الرمال سيميز كافة مناطق الداخلية الوسطى وكذلك الغربية. الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد ستكون باردة بتبسة درجتين فقط 4 درجات بالجلفة، أما على السواحل ما بين 10 إلى 13 درجة. بالنسبة للمناطق الجنوبية 8 درجات ستسجل ببسكرة الواد المغير وتوكرت حتى بورقلة وحسيم سعود، 16 درجة بأدرار عين صالح وحتى ببرج باجي مختار، والعشرين درجة كعلى مقياس بأقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى تعرف بعض الارتفاع نحو المناطق الغربية، 22 درجة بوهران، 23 درجة كعلى مقياس بتلمسان، 16 درجة فقط بالعاصمة بتيزي وزو وتيارت وقسنطينة أقول، 21 درجة بالنسبة لسكيكدا وعنبة، 14 درجة بباتنا سطيف، 9 درجات فقط بالجلفة، بينما سترتفع إلى 14 درجة ببسكرة والواد، 23 درجة بغردايا، 24 درجة ببشار، تقارب 31 درجة بأدرار وإن صلح، وأعلى مقياس سيكون بأقصى الجنوب خاصة بإن جزام ستقارب 36 درجة مئوية. بالنسبة للبحر خلال يوم الغد سيكون مضطرب على كل السواحل، الرياح أيضا ستكون قوية نسبيا تقارب 50 كيلومتر في الساعة، تأتينا من شرقية إلى جنوبية شرقية، أحيانا تدور إلى شمالية شرقية بسواحل الغربية. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و47 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.